يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هل يدل على أن القرين لا يكون إلا مع من أعرض عن ذكر الله؟ وإذا كان كذلك فكيف التوفيق بين هذه الآية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه القرين؟ لا، ما يتعارض مع الحديث، لأن هذا قرين ملازم لكل أحد في مقابل ملك، ما هو قرين فقط، معه ملك، كل إنسان معه ملك ومعه شيطان، الشيطان يأمره بالشر والملك يأمره بالخير، كل واحد. وأما هذه الآية فهي في الكافر، هذه في الكافر الذي أعرض عن آيات الله عز وجل، فإنه يكون معه الشيطان، لا يأمره إلا بالشر ولا يريد الخير، هو أعرض عن الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا قرين خاص وذاك قرين عام، هذا قرين عام للمؤمن والكافر وهذا قرين خاص بالكافر. نعم.